رجعنا لحضراتكم مرة تانية، والخبر اللي معانا بيقول عقد دكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا مع دكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لمناقشة جهود الدولة في تطبيق مفهوم الاقتصاد الأزرق. وأشار سويلم إلى حرص الدولة المصرية على إعداد استراتيجية متكاملة بالشكل الذي يسهم في تحسين عملية إدارة الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة. والتفاصيل أكتر طبعا معانا على التليفون المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري. صباح الخير يا باشمهندس. صباح النور، أهلا بحضرتك، دايما منورنا في صباح مين. الله يخليك، شكرا. خلينا نبدأ في الأول نتكلم عن إيه هو الاقتصاد الأزرق وإيه هي آلية الدولة في تطبيقه. الاقتصاد الأزرق هو مفهوم بيعتمد على تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المشروعات. طبعا يعني أي مشروع بيتم تنفيذه بيبقى المطلوب إن احنا ننفذه بشكل مستدام يستمر ويعيش لأجيال عديدة، وفي نفس الوقت الموارد الطبيعية اللي بيتم استخدامها يتم استخدامها بشكل رشيد نقدر نحافظ عليه بشكل يستديم للأجيال القادمة. مش فكرة الموت عندي مورد مائي إن أنا بستفيد منه دلوقتي وبستنزفه أو بلوثه أو بخلص كميته وبعدين الأجيال القادمة ما تلاقيش هذا المورد. الهدف إنه هذا النوع من السياسات والإجراءات يهدف لتحقيق هذه الاستدامة والحفاظ على هذه الموارد. الدولة المصرية بتضع الآن استراتيجية للاقتصاد الأزرق لوضع المبادئ والضوابط اللي هيتم استخدامها في المشروعات المختلفة للحفاظ على استدامة هذه المشروعات والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية المستخدمة في هذه المشروعات. صباح الخير يا باشمهندس، منورنا. صباح النور يا فندم. لو سألت حضرتك أهم المناطق اللي تستهدفها الدولة لتنفيذ هذه المشروعات؟ هو الحقيقة يمكن أكتر مشروع بيحافظ على الاستدامة عندنا مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل. المشروع دوت يعني بتنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ بساحل الدلتا. المشروع دوت يمكن مشروع مختلف وفريد من نوعه على مستوى العالم لأنه بيعتمد على استخدام مواد صديقة للبيئة في تنفيذ أعمال الحماية. بيتم استخدام أسوار من البوص اللي بيتم تركيبها بامتداد الشاطئ، والرمال بتتجمع بشكل طبيعي بين هذه الأسوار وبتكون حاجز من الرمال بيحمي المناطق الساحلية من النواة البحرية اللي بتضرب هذه المناطق. فده شيء يعني مهم جدا وبيتميز بالاستدامة إنه مش بيستخدم الطرق التقليدية، ده بيستخدم عناصر من البيئة، البوص اللي موجود في البيئة، الرمال اللي بتتكون بشكل طبيعي من نفس البيئة. فبالتالي أنا قدرت أعمل مشروع مستدام بيخدم أهالي المنطقة وبيحميهم، وهم نفسهم شاركوا في عمل أسوار البوص دي، فده بيضمن المزيد والمزيد من الاستدامة. ده أحد النماذج اللي من المقترح أن يتم توسعتها في إطار سياسات واستراتيجيات الاقتصاد الأزرق. ما احنا يا باشمهندس عاوزين حضرتك تكلمنا بالتفصيل أكتر عن أهمية الاقتصاد الأخضر ودوره في أنه يحسن مستوى المعيشة للمواطن. هو ده تأثير مباشر، يعني أي مشروع بيتعمل أكيد ليه مردود على المواطنين من خلال توفير فرص عمل، من خلال تحسين دخول الأفراد، حماية استثمارات. يعني زي ما كنت بذكر لحضرتك من شوية المشروع حماية الشواطئ بيحمي استثمارات، يعني أنا لو ما كنتش عملته كان في أراضي زراعية هتغرق، في بيوت هتغرق وخلافه. ده أنت هذه المشروعات بتتماشى مع البيئة وفي نفس الوقت بتحمي الأهالي، بتحمي الاستثمارات، بتفتح فرص عمل جديدة، لأن ممكن أعمال حماية الشواطئ أيضا دي بتفتح مجال لحماية المزارع السمكية وغيرها. بالتالي زي مثلا ما حصل الأعمال حماية الشواطئ اللي تمت في بحيرة المنزلة على سبيل المثال، حمد وحسنت الثروة السمكية في بحيرة المنزلة، وده كان عائد إيجابي على الصيادين في هذه المنطقة. فبالتالي كل مشروع بيتم تنفيذه بيكون ليه مردود مباشر على المواطنين من زيادة الدخل وتوفير فرص العمل، وكمان أنا بعمل مشروع مستدام، يعني مش مشروع لفترة وبعدين هيكون فيه أضرار بيئية فالمشروع هيتوقف،
لا ده في عملية استدامة لهذا المشروع، وبالتالي إن شاء الله الفايدة بتكون هي كمان مستدامة. صحيح. عايزين كمان نعرف الناس أهمية التنمية المستدامة اللي بتسعى ليها الوزارة لتطبيقها يا باشمهندس. إيه يا فندم معلش؟ بنتكلم عن أهداف التنمية المستدامة اللي بتسعى ليها الوزارة لتطبيقها. تمام احنا بنتكلم برضو هنا في الهدف السادس، يعني الهدف الخاص بالاقتصاد الازرق، ده الهدف الرابع عشر من اهداف التنمية المستدامة، ولكن وزارة الري ايضا معنية بشكل اساسي بالهدف السادس من اهداف التنمية المستدامة، والمعني بالمياه وتوفيرها لجميع انواع الاستخدامات بشكل مستدام وبشكل بيحافظ على كميات المياه المستخدمة ونوعيتها وترشيد استخدامها، وده كله من عناصر الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة اللي وزارة المواد المائية والري حريصة جدا على تحقيقه. مهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري كنت معنا عبر الهاتف، بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا.